بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعلم مع بعض النهاردة ازاي نتنزل الـ VMware Workstation، بس ده فيرجن 7، فيرجن قديم انا اخترته عشان يكون خفيف شوية ومساحته صغيرة. فهندوس دبل كليك على الـ VMware، والمفروض ان هو هيفتح عشان يبدأ التسطيب بتاع الـ VMware Workstation. هننتظر شوية لحد ما يفتح. بعد كده هتجيلي رسالة تقولي عايز ترن البرنامج ده ولا لأ. أقول له يس، عايز أرن البرنامج دوت. هيبدأ الـ VMware يتحمل بالمنظر دوت زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة. بعد كده هدوس نيكست. هيقولي تيبيكال ولا كاستم، هقوله تيبيكال. هيقولي اختار المكان، هقوله هو ده المكان اللي أنا عايز أن أعمل انستول فيه. هقول له نيكست. هل عايز تشيك على ابديت؟ انا مش عاوز اتشيك على اي تحديثات مستقبليه. هقول له نيكست. ساعد ان انت تحسن الورك ستيشن، هشيلها. هقول له نيكست. عايز تحطه في كشورت كات في الستارت اب، اعلم على الحاجات اللي انت عايزها، مفيش مشكله. هقول له نيكست. بعد كده هقول له كونتينيو، وهيبدا عمليه التسطيب زي ما احنا شايفين قصادنا. بعد كده هيطلب مني ان انا اعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعي. عايز تعمل ريستارت دلوقتي؟ عاوز؟ مش عاوز اعمل ريستارت ليتر بعدين. انا هدوس ريستارت ليتر عشان انا بسجل هنا الفيديو، بس انت المفروض تعمل ريستارت للجهاز بتاعك. هبص الاقي الفي ام وير ظهر في قائمه ستارت. لو كتبت في ام وير هلاقيها ظهرت هنا، في ام وير ورك ستيشن بالمنظر ده. لو دوست عليها عشان اشغلها المفروض انها هلاقيها فتحت، وادي الشاشة بتاعت الفي ام وير لما بتفتح بالمنظر ده. وبعد كده استنونا في الحلقة الجاية ان شاء الله عشان نتعلم ازاي نعمل ماشين جديدة لأول مرة. شكرا والى اللقاء.